السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة الخبر. جدا سعيد بلقائكم إخواني إخواتي. من حاول المغرب يسوي الحدود البحرية ديالو ونات المشاكل ونات الصداع مع إسبانيا، وبدأ الحديث على واحد الجبل سميتو جبل تروبيك. خلونا في هذه الحلقة هذه نشوفوا القصة والحكاية والرواية ديال جبل تروبيك. اهلا بكم. قبل ما نبداو في موضوع ديال جبل تروبيك، كنطلب منكم ديروا الاعجاب وشاركوا في القناه وتابعونا في الحساب ديالنا في فيسبوك وانستغرام. جبل تروبيك، اولا علاش تسمى جبل تروبيك؟ تروبيك هي المدار، ولان الجبل جا في مدار السرطان لذلك سميتو جبل تروبيك. هذا الجبل قريب من الصحراء المغربيه وجنوب جزر الخليده، جزر الكناري ب 400 كيلومتر. هو في الحقيقه جبل تحت البحر، هو الاصل ديالو بركان بعيد على سطح الماء بكيلومتر، يعني 1000 متر. هو في الحقيقه سلسله ديال الجبال كلها الاصل ديالها بركاني تحت البحر. وهذا التروبيك هذا الكثير من عين علماء الجيولوجيا كيقولوا ان اصله كان جزيره بركانيه ومن بعد غرقات. هو في مجموعه ديال 100 جبل بركاني كلهم تحت البحر، ما كنشوفوهم شيء. هو اخر واحد في ديك السلسله الجبليه. علاش بدا الحديث عليه؟ اولا هو تكتشف في سنه 2017، اكتشفوه العلماء ديال الجيولوجيا وشافوه حتى بالاقمار الصناعيه. ومباشره بعد الاكتشاف ديالو كثر الحديث على المعادن اللي فيه والثروات اللي فيه المعلنه وغير المعلنه. كل شيء كيهضر على ان هذاك الجبل فيه مخزون هائل ديال المعادن اللي هي كتدخل دابا في الصناعه ديال الالكترونيك والصناعه ديال الالواح الشمسيه وكذلك الصناعه ديال الهواتف النقاله السمارت فون. علاش كثرت فيه الهضره؟ لان في سنه 2019 لجنه في البرلمان، لجنه الدفاع والشؤون الاسلاميه والخارجيه والمغاربه المقيمين بالخارج، هذه اللجنه هذه في البرلمان صادقات على انه المغرب خصو يسوي الحدود البحريه ديالو. علاش؟ لان في الحقيقه المغرب من سنة 1982 هو ما سواش الحدود البحرية ديالو. هاد السنة هذه هي اللي كانت فيها الاتفاقية الأمم المتحدة للحدود البحرية. مباشرة إسبانيا كتحيح وكتغوت، لا المغرب ما خصوش يدير هذه، وهذه خطوة أحادية. في الحقيقة المغرب عمرو ما دار شي خطوة أحادية، اللي دار الخطوة الأحادية هي إسبانيا، هي اللي كانت سبقة أنها حاولت تسوي الحدود البحرية ديالها مع المغرب في خطوة أحادية. هذا الجبل هذا أشنو فيه؟ من المعادن اللي هي مضمونة ومعروفة ودار لها مسح وتشافت والترصدات بالوسائل التكنولوجية، أنه فيه معدن الكوبالت. انتبهوا معايا في هذه القضية هذه. هذا الجبل هذا العلماء تيقولوا أن فيه 54 مرة ضعف المخزون العالمي ديال الكوبالت. يعني هذا المخزون العالمي اللي كاين في الأرض جميع القارات ضربوا في 54، هي المجموع اللي موجود في هذا الجبل هذا. وهذا الرقم هذا كافي انه يتصاوب به 270 مليون طوموبيله ديال الضوء. كذلك المعادن الموجوده فيه 10% ديال التيلوريوم، وهذا التيلوريوم هذا كذلك عنده صناعات كثيره، الصناعات الالكترونيه، وفيه معادن اخرى موجوده تما اللي موجوده فقط في الصين. دوك المعادن اللي حتى هي كتدخل في الصناعه ديال السمارت فون، التليفون الذكي، حتى هي موجوده تما. ومعادن اخرى غير معلنه اكتشفوها العلماء والدول اللي تابعه لهذيك الشركات اللي اكتشفتها، حد الان ما كتبغيش تهضر عليها، منو الصين ومنها روسيا اللي دارت اعمال رصد ومسح ديال هذيك المنطقه. شنو هو المشكل؟ المغرب اللي غادي يرسم الحدود ديال المياه الاقليميه ديالو اللي هي 22 كيلومتر، كتزيد عليها المنطقة الاقتصادية الخالصة اللي هي 370 كيلومتر، وكتزيد عليها جزر القارة اللي هي 678 كيلومتر. وراه كون درت حلقة في هذا الموضوع هذا. وهنا كيدخل هذا الجبل هذا، كيدخل في الحدود المغربية الخالصة ديال المنطقة الاقتصادية الخالصة اللي كتعطي الحق للدول استغلال الثروات الحيوانية والبحرية والمعادن وأي حاجة عندها علاقة بالاقتصاد عند الحق الدولة تستغلها. وهنا في كاين الاحتكاك مع اسبانيا، هذا هو الاحتكاك. وهذا الشيء على اسبانيا رافضة أن المغرب يسوي الحدود البحرية معها. شنو كتقول اسبانيا؟ كتقول لك أن هذا الجبل هذا
بما ان اسبانيا محتله جزر الخالدات فهو امتداد لسلسله الجزر والجبال البركانيه اللي تابعه لجزر الخالدات. وكتقول واحد السبب في الحقيقه مضحك جدا، كتقول لك اننا راه درسنا التركيبه الجيولوجيه ديال هذا الجبل، يعني درسوا داك الحجار وديك التربه اللي فيه، وقال لك ما عنده حتى علاقه ما بين الواجهه ديالو في الصحراء ديك المنطقه، يعني ديال القاره الافريقيه راه التركيبه دوك الصخور داك الحجر اللي فيه وداك التراب غريب وكيختلف على التراب اللي كاين في الجهه المقابله ديالو اللي هي الصحراء المغربيه، لان هذا الجبل هذا تحت جزر الكناري وكيشوف مباشره في الصحراء المغربيه وقريب ليها، بمعنى انه هو تابع للمغرب. وهذه في الحقيقه اضحوكه، لان اسبانيا كتقول لك ان ديك التركيبه ديالو مختلفه على القاره الافريقيه، كانه زعما الاصل من القمر ولا من المريخ. كذلك اسبانيا لا الحكومه المركزيه ديال مدريد ولا الحكومه المحليه في الكناري، باعتبار ان اسبانيا عطاهم تم حكم ذاتي، بجوجهم كيتامروا على المغرب. الكناري طالبات اسبانيا من 2019 هي السنه اللي المغرب اعلن العالم على انه باغي يسوي الحدود البحريه ديالو. الحكومه المحليه ديال جزر الخالدات طلبات من الحكومه المركزيه ديال مدريد يرفعوا شكوى للامم المتحده ان المغرب راه تعدى علينا وكيتعدى على السياده البحريه الاسبانيه. وفي الحقيقه وزاره الخارجيه الاسبانيه حتى هي اشنو كتقول؟ كتقول لك اودي حنا راه مستعدين نتفاوضوا مع المغرب وكذا، وهذا الشيء خصنا نناقشوه ونجلسوا، لكن حنا ضد ان المغرب يديروا هذا الشيء باسلوب احادي، يعني بلا ما يتناقش معنا بلا ما يهضر معنا. الخارجيه المغربيه بالعكس كتقول لك ان هذا اولا قرار سيادي، وحال المغرب انه يسوي الحدود ديالو الحقه الترابيه والبحريه وحتى الجويه. كذلك الخارجيه المغربيه كتقول بان المغرب كيحاول يلائم القوانين الدوليه مع ما هو سيادي ومع ما هو ترابي مع ما هو عنده علاقه بالارض المغربيه والحدود ديالها البحريه. المغرب كذلك يقول بانه كيتحرك طبقا للقرار ديال الامم المتحده ديال سنه 1982 اللي عنده علاقه بالحدود البحريه. وكذلك المغرب لا ينكر انه مستعد يسوي هذا الامر هذا ويسوي الحدود البحريه مع اسبانيا في اطار التعاون والاتفاق بلا ما يديروا بشكل احادي، لكن المغرب مصر على تسويه الحدود البحريه ديالو. هنا اسبانيا شنو كتقول؟ كتقول اولا ان هذا خرق القانون الدولي، خرق للسياده الاسبانيه، وكذلك خرق للقانون الدولي، لان العالم والقانون الدولي لا يعترف بالسياده المغربيه على الصحراء. لان المغرب شنو كيقول؟ تيقول لهم بان هذا الجبل هذا راه كيشوف مباشره في الصحراء. وهنا يا اخواني يا اخواتي الاهميه ديال ان المغرب كيعطي الاولويه لملف الصحراء، تسويه الصحراء، لان عارف المغرب ملي غادي يسوي الملف ديال الصحراء غادي يسوي مباشره هذا الامر هذا ديال الحدود البحريه، ومن طبيعه الحال موراها استرجاع سبته ومليه اللي ما خصناش ياخذنا الشك بان طال الوقت او قصار مصير سبتهم لله هو يرجعوا للمغرب، لكن اهم حاجه هو استرجاع الصحراء المغربيه والعالم كامل يعترف بها والقانون الدولي والعلاقات الدوليه والامم المتحده كلهم يعترفوا بان هذيك راه ارض مغربيه. لهذا المغرب كيعطي الاسبقيه لمساله الصحراء، لانه ها هي اسبانيا حتى هي كتستغل ورقه ضد المغرب وكتقول المغرب انت كتقول بان هذا جبل كيدخل تحت السياده البحريه ديالك والسياده الترابيه والسياده ديال البلد ديالك اللي اصلا الصحراء حتى واحد ما اعترف بانها مغربيه، والوجود ديالك في الصحراء هو خرق للقانون الدولي لانها ما كايناش سياده والعالم لا يعترف بالسياده المغربيه. لهذا مساله مهمه ومصيريه ان المغرب كيعطي الاولويه لتسويه ملف الصحراء، لان اصلا غير ملي كيجي المغرب يهضر مع اسبانيا فيما يخص هذا الجبل هذا وفيما يخص تسويه الحدود البحريه، اسبانيا كتجاوب المغرب كتقول ليه انت راه كتنتهك المياه الاقليميه ديالنا واصلا راك في خرق في القانون الدولي، لان حتى واحد ما كيعترف بالسياده ديال المغرب على صحرائه. اخواني اخواتي جبل تروبيك حتى هو نموذج ديال كيفاش ان المغرب كيتعرض للسرقات، المغرب كيتعرض للتجزئه والتقطيع، المغرب مستهدف كيتسرقوا منه الاراضي ديالو، فنقول السارق في يديه المسروق ومع ذلك كيقول لك لا انت اللي كتخرق القانون الدولي وانت اللي كتنتهك السياده ديالنا، رغم ان فينا هي اسبانيا وفينا هو جبل التروبيك وشنو هي المسافه اللي كاينه بين مدريد وما بين جزر الكناري.
جبل تروبي كيدخل في السيادة المغربية، كيدخل في الحدود البحرية المغربية، وهذا من طبيعة الحال نضال حتى هو من نضالات المغرب على الساحة الدولية، على ساحة الأمم المتحدة والقانون الدولي. من طبيعة الحال هذه الأراضي هذه لا تسترجع بالحرب ولا بالمعارك ولا بالمواجهة المسلحة الشاملة والكاملة، بل هذه معركة المغرب خصو يربحها فردها المحاكم الدولية في الأمم المتحدة في القانون الدولي. من طبيعة الحال مع الحوار والإقناع والاقتناع كما كيتفقوا لا وزارة الخارجية المغربية ولا الإسبانية أن هذا الأمر هذا خصو يكون بالشراكة وبالتعاون، ما غيتحلش بطريقة أحادية أو فرض أمر الواقع اللي كتحاول إسبانيا ديرو. ما ننسوش أن إسبانيا جابت جوج ديال الهليكوبتر ديال الأباتشي وحطاتهم في جزر الكناري منذ أن أعلن المغرب على أنه باغي يسوي الحدود البحرية ديالو. وهذه في الحقيقة من طبيعة الحركة ماشي أخوية، ماشي ديال العلاقات أو ماشي ديال الصداقة. طبعا هي غزول كان حطيتها في جزر الكناري وبعيد عليك، لكن رمزية وهي ممكن تشوف ممكن تقراها أنها إنذار. إخواني إخواتي، قصة جبل تروبيك حتى هي فصل آخر من فصول النضال المغربي من أجل تسوية الوحدة الترابية، وماشي غير الوحدة الترابية، حتى الوحدة البحرية اللي تابعة للسيادة المغربية. كنشكركم على المتابعة، كان معكم عبد اللطيف، إلى الحلقة القادمة من حلقات قناة دار الخبر.